مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر ثمن. القطع النادرة هي الرابط ما بين البايع والشاري، والقصة والقيمة حنا غادي نعاودوها لكم، وبقاو معنا. مرحبا. في كل حلقة بائعين مختلفين غتكتشفوا معهم أندر القطع وقصصها. مرحبا بك عندنا. ربي يخليك. هاد المخفية. نعم. اشتا هي حكايتها؟ هذيك الحكايه ديالها ديال الوالدين. كيسان دلدلار ورثهم الام ديالي الله يرحمها، اللي تقريبا عندهم تقريبا واحد 80 سنه. كل الاشياء الثمينه والغاليه بقيمتها الماديه والمعنويه غتكتشفوا الحكايه ديالها. جيتي باش تبيعوا ولا باش تعرف القيمه ديالو؟ اللي ما يتباه ما يتشرح. رم ما سخيناش بهذا الفيلا، كنحماق على هذا الفوتي. واقيلا غادي نكمل البرنامج وانا جالسه. تقدر مرحبا. ما كاينش الا كان ميتال غادي دا ميتال. هادو فلوس ديال اوروبا. غادي تقدموا القطاع ديالكم قدام ربعه د المشترين، اللي كل واحد فيهم كيتنافس لشراء القطاع اخر ثمن. انت غتضرب شي دوره؟ لا انا غير نكابر. ما جو دونغي بيان 1000 درهم باسكو جي بوكو ايمي ليستوار. 28000 درهم. انا 30000 درهم. 31000 درهم. القطعة الأولى في هذه الحلقة جابتها ليلى من الدار البيضاء، وهي عبارة عن كحلة نتعرفوا معها على قيمتها وقصتها قبل ثمنها. أهلا ليلى ومرحبا بك معنا في برنامج آخر ثمن. ربي خليك. شكرا. لبس عليك. الحمد لله. ربي خليك. كي دايرة؟ الحمد لله. لالي خطيك. مين جيتي؟ كازا. مرحبا بنا ديال كازا. ربي خليك. تقدري تقدمي لنا نفسك؟ الاسم ديالي عبيد ليلى، سن 45 سنة، كنسكن في مدينة الدار البيضاء. كتشتغلي؟ لا. انتي جالسة في دارك؟ جالسة في الدار. مهنية؟ مهنية. مع الوليدات، الدار والوليدات. الله يخليهم لك. ربت بيت. ربت وما بيت. وما شاء الله هذيك أحسن خدمة وخدمة صعيبة. واخا كنتجاهلوها ياك؟ هذاك الشيء اللي كاين. جيتي وجبتي معك هاد ماشي تحفة، هذيك كثار من تحفة ياك؟ جويو. شي حاجة اللي تمينة وعزيزة على قلبي بزاف. تمينة وسكتي. مين جبتي هاد الشيء هذا؟ هادي هدات المكحالة ياك؟ المكحالة. أها. هداتها ليا حماتي. هداتها ليا حماتي ملي ولدت الابن ديالي، هداتها ليا، قالت لي هادي راه تمينة خليها لدوير الزمان. ملي سمعت بهذا البرنامج هذا قلت نجي نشوف الثمن ديالها شحال. بغيتي تعرفي القيمة ديالها ولا تبيعيها؟ نعرف بعدا القيمة ديالها وشنو كتسوى. وشحال كتسوى؟ مزيان. برافو عليكم. مرحبا بك. هذا هو المرود. 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 تفضلي يا لالا فوزية، حنا غنسمعوا الخبير شنو غتقول. تفضلي. ألوغ هادي تحفة كتقول لالا سامية، وقليلة تري 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 غار، عندها على الأقل شي 40 سنة، ماشي قديمة بزاف ولكن ثقيلة تبارك الله. الذهب اللي فيها، حيت هذه راه كلها ذهب، وزايد فيها عندها خميسة في الراس ديال الروبي، كيعيطوا لي الروبي دو فاز ديال فاس. الروبي ديال فاس. اه الروبي ديال فاس. وكتحل عندها جوج ديال الحوايج ديال السيكوريتي، كتحل من هنايا كتحل من هنايا باش ما يضيعش هاد الكحول. دونك ابري كنخرجوا هاد المرود كله ديال العاج. وهذا الحاجه العجيبه وهي هادي، ها فين كيكون الكحول. واسمح لي اسمح لي، وعنده ديمغود جوج حاجات وخمسه في الخميسة. والخميسة يعني جوج خميسات، وحده فيها الروبي والاخرى فيها الامغود. غزالة 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 ليلى. غزالة. وشفتو قليلة قليلة قليلة، ما كاينش منها زعما بزاف. يعني هذه هي بلاصة الكحول. هذيك بلاصة الكحول اللي خصها ترجع. فوالا كترجع تماك، كتسد هكا كورجكي وسدي بحال البويلة ودوري ودورتها. فوالا صافي. وعاوتاني كتسد من هنا. كتسد فوالا كترد المرود. ودابا حليناها وسديناها ودوينا عليها. دابا قولنا شنو الاصل ديالها بعدا النقش اللي فيها. هذا النقش اللي فيها ديال الصويره. داكور.
والذهب 18 كارا لي بوانسوني خصك تردي بالك حيت هادي فيها على الاقل واحد 100 غرام ديال الذهب 18 كارا 18 كارا لالالي تبارك الله فوالا دونك الثمن ديالها قول لك ولا ما نقولش قولي لي نبغي نعرف الثمن ديالها الثمن ديالها شي 70 الف درهم على الاقل ولا 75 ولا اكثر لان على الاقل فيها الحجار فيها الحجار فيها جوج شي كاين الامرود هنايا وكاين لو روبي هنايا جوج وكاين الروبي الفاسي تبارك الله فوالا فوالا تهلات فيك حماتك تهلاي فيها واش نسيتو انت عارفه هذا الشيء عليها كانت قالت لي بانها راه ديال الذهب ولكن ما كنتش كنعرف بانها غتكون مساويه هذا الثمن هذا ايوا شنو هو الشعور ديالك دابا الصراحه فطيري بالفرحه فرحانه بزاف وعرفت باني انا عزيزك وما كنتش عزيزه ما غتهدياش ليا شتي معزتك تبارك الله عليك ودابا ها هي الدوائر الزمان كيف ما كنقولوا ياك ها هي دابا عندك هاد المكحله دوائر الزمان لا لا ليلى كنقترح عليك تمشي لقاعه البيع باش تلاقى بالمشترين عندك تما اربعه تبارك الله عليهم وعندك شويه مع البيع والشراء شويه غادي يحاولوا الدخول في المزاد تما ويعطيوك ثمن انت عندك فكره على الثمن يا ربي تستحق كثار وانت غتشوفي داكشي عاد واش تبيعي ولا لا داكشي اللي كاين شكرا تفضلي الباز ديالك شكرا شكرا لالا ليلى شكرا شكرا ربي يخليك سلام لالا صراحة غادي نبيع هذيك التحفه لحقاش جابت لي ثمن ما كنتش كنتخيلو ما كنتش انا عارفاها بانها كتسوى هذاك الثمن وانا كنت حاطاها غير في المريو ملي جابت لي هذاك الثمن غنبيعها حيت غتدي لي بزاف د الحوايج السلام عليكم وعليكم السلام شنو الاسم ديالك اسم ديالي عبيد ليلى منين جيتينا؟ من الدار البيضاء. شنو جبتينا اليوم ليلى؟ جبت القرعه ديال الكحول. كنقولوا لها المكحله. 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 ديال من هذا؟ كانت هداتها لي حماتي الله يطول في عمرها. ملي ولدت الابن ديالي هداتها لي. قالت لي بان هذا راه كتسوى الثمن، دايره شي حاجه اللي هي الثمن ديالها كثير، ما كنتش انا عارفه بانها كتسوى شي ثمن بحال هكا. وهي ذهب؟ هي ذهب. مطبوعه؟ طبوعه شوف الله يخليك انت تعرف الذهب ما معروف الذهب والسؤال الا كان الذهب شحال فيها في الوزن شحال الوزن عرفتي شحال فيها في الوزن ديالها الوزن بها تقريبا اكزاكت 100 غرام تقريبا ولا اكزاكت لا 100 غرام ترى الغرام عرفتي شنو راه غرام واحد راه تيغير لا اكزاكت 100 غرام 18 عيار عيار 18 فهي مكحله فيها روبي في ليديدال اللي الفوق والعاج روبي دو فاز يقولوا له وعلاش بغيتي تبيعها غتبقى محطوطه في الماريو نبيعها باش ندير بها حوايج اخرين نستافد منها وندير بها مسائل اخرى هي مكحله زوينه عمري ما شفت زعما مكحلين مكحلات اون فيليغران وبالذهب وفيها شنو فيها فيها الخميسه هذه 100% مخدومه في الاخر الخمسينات ما قديماش بزاف هكا واخا نحلوا المزاد على وداش هو المزاد خصو ما تنظن انه خصو بالغرامات 100 غرام 100 غرام اكزاكت نسميتو تكون فيها 100 غرام مضبوطه ديما تكون ناقصه واحد 3 4 غرام بلوز او مو قريب الحال ماشي ماشي مشكل راه 4 غرام الا درنا له 500 درهم يلا نحل ب 10000 درهم لا اكثر لا خديجه هاد البياسه هادي ما عمرش تختها حتى انا ما عمرش صراحه ما عمرش تختها وعجبتني بزاف انا غادي نعطيك فيها 35000 درهم اي لان غير الذهب ديالها يسوى اكثر من هذا الثمن هذا انا غير حليت ولكن ماشي حتى الكاليتي ديال الذهب ديالها واللون ديالو تري رافيني ممتاز العالي ماشي ذاك الذهب الصفر انت هذا عنده واحد اللون تقريبا ما يسمى بلو غوز بالفرنسيه الذهب الفانيلي دونك 35000 درهم 40000 درهم
اوب 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 ما تخلي مناش فين اش قالت لالا عزيزه فين وصلتوا هذيك 40000 درهم بصراحه تجي معاكم على كلاس ديالك هذيك حق الله بحال اللي قال سي سالم لا كولور دو الذهب مزيونه بزاف انا جو دون 45000 تستاهله حتى لو روبي لي بيان تايي تري تري زعما في الوزن ديال الذهب جايبه هذاك الوزن زعما واخا نزعم نشري ولا الذهب الذهب توت فاسون الذهب راه تيقول لها الشضايا راه كتباع 300-350 درهم يعني لا كاس ديال الذهب باش لا فون دوب وتعاود تخرج ورفتوها انتوما ضربة رفتو اولا الروبي لا بعد لا كاس الذهب القديم الذهب القديم راه كيوصل ل 1000 1100 1200 درهم القديم تنهضروا على 80 عام 90 عام 100 عام رجع اللور باقي ما كاينش الطابع ديك الساعات لا دوان انا زيتي في بركه انا هذا هو جهدي هذا ما قديمش واش ما قديمش هذا ديال الخمسينات انا ما نظنش انا نقول واحد 30 عام لا اكثر حتى 30 40 اما لا قديمه ما يمكنش تكون هذه لا باتين ديالها وداك الشيء تعطيك العربون ديالها 48000 درهم و 500 اللي ما لقيتش هو الطابع ديالها راه هما كاين عتي في الجنب كاين جوج ديال الطوابع اييه كاين ولكن ما عندناش لا لوب باش نقراهم 48000 درهم و 500 وهذه الحقيقه خاصها تمشي عندك المتحف هذه ماشي بياسه ديالها ماشي ديال البيع والشراء قديمه ماشي قديمه جديده هذه بياسه عتي شكون ديال شي مرا عشاقه وتبغي تحط فليساتها في واحد لوبجي ديال الذهب لحقاش الذهب راه هو قال لك مال الله في الدنيا هو الذهب والفضه دابا سي اديب تنصحني ب الى شريتها استثمار ما تضيعش فيها ما تضيعش فيها 50000 درهم لا ليلى نعم مقنعك 50000 درهم اجي عفاك بلاتي بلاتي 55000 درهم رجعي لا لا رجعي 56000 درهم 60000 درهم جو بونس 60000 درهم سي ان بون بري بلاتي رجعي رجعي لبلاصتك لا لا راسي اديب بركة عليك ما تشري السي اديب خلينا نديرو واحد الاستثمار 61000 درهم لا لا عجبتك 61000 درهم؟ مزيانه مرحبا مزيانه لاله خديجه وقول لها الله يربح الله يربحك انا هذه الغوبي وهذا هذا شكرا 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 لاله كانوا تصبحوا على البيع والشراء هذا الثمن اللي عطاوني مناسب ليا ولو ان القيمه ديالها كبيره عندي في قلبي ولكن الثمن بالنسبه ليا مناسب نبيعها باش ندير بها مسائل اخرى ندير بها شحال من حاجه وحاجه ومن بعد صفقة ناجحة 100% نمروا صفقة جديدة مع بدر اللي جا من مدينة جديدة وجاب معاه مجموعة من اللي فيغورين اللي عنده معهم ذكريات كثيرة بدر مرحبا بك معنا ببرنامج آخر ثمن شكرا ميرسي بزاف لاباس عليك فرحان اني انا معكم اليوم حتى احنا فرحانين اللي جيتي عندنا شكرا ممكن تقدم نفسك الاسم بدر بن شقرة عندي 20 سنة من مدينة جديدة مرحبا بالناس ديال جديدة مرحبا جديد مرحبا بك شنو كدير في الحياة كنت شاء الله خديت الدبلوم ديالي اجون تكنيك دفونج ودابا حاليا جالس دير واحد شي بروجي ديال مزيان. ديال لي جوانيش اها مزيان تبارك الله عليك الحمد لله ما باغيش تقلب على الخدمه بغيتي انت اللي تكون عندك مشروع ديالك صراحه الله يسر لك اونتربرونور ان شاء الله برافو عليك سي باب الوغ جيتي وجبتي معاك هاد القشي وشات هاد واش ما سمي فيغورين ولا لي زار شكل لي فيغورين هادو وي ديال فين لقيت بلاي موبيل بلاي موبيل ولكن وي انت كيعجبك تجمعهم مولع بالجمع ديالهم من الصغر كوليكسيونير ديال هادشي كوليكسيون من الصغر وما كنتش كندير غير كوليكسيون ديال صراحه بزاف ديال ولكن اول واحدين ديت بهم هما اللي بلاي موبيل صراحه اللي كانوا شي حاجه زوينه بالنسبه ليا كيوريونا زعما هذا زعما هذا طبيب هذا ملي كنت صغير وفين كتلقاهم في الاسواق ولا الناس ولا فين هو في الاول كنت خديتهم من لي غون ديستريبيس كنكون غادي انا والاب ديالي مثلا كتعجبني شي هذا ملي كنت صغير كنقول لك دابا مازال كتقلب عليهم حاليا باقي واخا دابا جبتيهم بغيتي تبيعهم وي صراحه مسخيش نبيع
باقي عند الجزائر. ولا بغيتي تعرف القيمه ديالهم؟ نبغي نعرف القيمه. كاين الناس اللي كيبغيو صراحه هي قيمتهم عندي انا راه حاجه مزيان. او نتمنى لك التوفيق. لالا فوزيه شنو يمكن لك تقول لنا على هاد القشوشات الزوينين؟ هاد القشوشات خرجوا في واحد لونتربريز ديال الالعاب ديال الاطفال، وهاد الالعاب كلهم كيديمونطاو. دونك هادي اكثر من 40 سنه باش هاد الشيء كاين، وتباعوا منهم اكثر من 2 مليار ونص في العالم. 2 مليار ونص. والوالدين كانوا كيشريوهم لوليداتهم، ولاو هما كيديروا الكوليكسيون ديالهم. ودابا غدير ولادك ان شاء الله غتبليهم وغتبقى تكمل. الوغ كاين فيهم لي سولدا لي زوفري، هذوك اللي كيتباعوا اكثر شيء هما لي سولدا لي زوفري، هما اللي مطلوبين، هما اللي مطلوبين بزاف. وبعض المرات غير هادي هاد الطريبيش بحال دابا الا ما كانش كيسوى يمكن اكثر من البليموبيل لومان بحال دابا هاد الطريبشات اللي وبعض المرات ملي كتمشي ملي كيتهضر لك واحد كيسوى غلا من البليموبيل لومان، حيت بعض المرات ما تلقايش بحال دابا ديال هذا. هادي كون شويه صعيب تلقى لها فيغين والطربوش ديالها ولا راسها ما كاينش، ما كانش كطيح القيمه ديالها. ولا كتكت جوج مليار ونص ديال البلاي موبيل اللي تباعوا، كتك كاينين الناس اللي شارينهم لوليداتهم، ولا هما تبلوا بهم، ولا هما كيقلبوا اكثر من ولادهم عليهم. الو كل وحده والثمن ديالها 30 درهم، كاين ديال 20 درهم، كاين ديال 40 درهم، على حسب اللي قليل كيسوى غلا بطبيعه الحال. اللي مطلوب في السوق، اللي مطلوب في السوق هو اللي كيكون فوالا اللي داك الشيء اللي كيكون قليل بزاف. شنو اللي مطلوب دابا في السوق بزاف؟ انت عارف غتكون اللي كيقلبوا عليه الناس. ما عارفش بزاف صح. خصك تبقى تزور في انترنيت وتقلب ياك على اللي كيكون. ولكن انا كان عندي واحدين صراحه اللي كانوا عزاز عليا بزاف، وجا طلبني واحد الدري هو اللي صديق ديالي وعزاز علي، عشان ما بحال عطيتهم لي وبقى في الحال بزاف. ما علاش؟ حيت هادو بحال كنت عايشو معايا من الصغر، لدرجة كنت مسمي كل واحد سمية. برافو عليك. كنت كن بحال دابا مثلا هاد الفيغورين الصغير مثلا كنشوف مثلا بحال دابا هادي كنشوف مثلا الراجل هاتا هي كنتزوجهم كيقول هذا زعما هذا هو الوليد ديالهم. كدير ليهم مسيرة شي حاجة اللي صراحة كتلعب بهم شي حوايج كتبدل ليهم. زعما هادي خديت هاديك الأم ديالك هادي كتكون مجوجة مع هذا ومن بعد كتحيدها لهذا وكتزوجها مع هذا. لا كيبقى هو هذاك اللي كيبقى كتعاود بهم الخبير. اذا هي عطاتك الثمن اللي تقدر اللي شافته كيستحق هاد لي بلاي موبيل. انت شنو بالك في هاد الثمن؟ كاينين شي وحدين سمحي لي اللي يقدروا يشوفوا حتى 60 70 80 درهم. واش دابا هادو كيتباعوا كوليكسيون ولا الوحده؟ لا كيتباعوا الوحده، ولا بيان سور الا كانت كوليكسيون احسن، ولكن كيتبعوا الوحده حيت هكا الناس باش كيديروا الكوليكسيون ديالهم كيجمعوا وحده وحده ولا ثلاثه ملي كيلقاو اللي لقاوها باش كيديروا الكوليكسيون. وحده وحده ولا لا كوليكسيون كلها؟ بصراحه كل واحد بوحده مزيان. مزيان. انا غنعطيك هذا الباس وغتمشي لقاعه البيع مع المشترين، وديك الساعه تقرر شنو غدير، ونتمنى لك حظ سعيد بالمشروع ديالك. شكرا ميرسي بزاف. شكرا بزاف. مرحبا بدر، جد دور ديالك في اقناع المشترين بالثمن اللي يرضيك. حد موفق ليك. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمك الله ولي؟ اسمي بدر بن شقره. منين؟ من مدينه جديده. جديده؟ وي. مرحبا جديده. شنو سدير يا ولدي؟ حاليا يلا خذيت الدبلوم ديالي اجون تكنيك دفونج، ودابا غير جالس ودير واحد لونتربريز اونتربريز ديالي ديال لي جوينيش. بلي موبيل كان عندي غير ارشيكل واحد، من بعد وليت صافي تعمقت في ولاو عندي لي زارشيكل. وكتبيعهم مجموعين اولا بالواحد؟ انا كنت خديتهم من الارشيكل.
وكانت قالت لي كانت شافتو من ليكسبير الداخل وكانت قالت لي على حساب كاين تقييم ديالهم ما بين 30 درهم كاين اللي كيسوى حتى 70 على حساب الموديل وكاين شي وحدين اللي كيكونوا مثلا شي حاجه اللي كتكون هي غابره شويه كيطيحوا قلال شويه في هذوك كيكونوا دايرين الثمن شويه ولكن هادو قدام ولا جداد قدام بزاف لا ما قدامش بزاف حيت باقي كاينين في تيتباعوا لا باقي كيتباعوا عندك البواطات ديالهم لا مابقاوش عندي لي بواط ديما تهلا في البواطات الالعاب عندهم قيمه لكن عندهم البواطه الاصليه ديالهم تقدر تزاد القيمه في 10 غير على ود البواطه ديالها ولا ما عمرها تحلات البواطه كتزيد عاوتاني تضاعف لا فالور ديالها ودابا هادو بغيتي تبيعهم كلهم جمله ولا تبيعهم لا لارتيك لارتيك الواحد ولكن كل واحد بالثمن ديالو مختلف داكشي اللي قالت لي كانت قالت لي ودابا حنا اللي عطيناك في هذه المجموعه كلها بحال واحد 500 درهم غتقبل 500 درهم قرجه راه مزيانه 500 درهم كلشي راه اكثر من نفرحوا بهم شي وليد لان القيمه ديالهم في حيت الالعاب ياك الالعاب تتاخذ القيمه ملي تتقدم كاين واحد النوعيه اللي تتاخذ القيمه وتتباع في الاسواق ولكن بعد ما كايناش البواطه كي قال سي سالم الله يعطيه الصحه على هذه الكلمه وجوج ما ماشي شي وحدين اللي تياخذوا دابا يمكن من دابا القدام يسواو شي حاجه على حسب طلب عزيزه عجبها داك الشيء ايوا انا لعبت بزاف في يوم اللي كنت صغيره دوك كيعجبوك كيذكروني في الطفوله ديالي ويشريهم اذا ودابا بحال لي طوندونس اون با لا مود و رجعوا ولاو دابا تلعبوا بهم صح سوفونير بصح كيلعبوا بهم الوليدات بزاف لي بلاي موبيل شحال كاينين تما شحال كاين شي 30 تقريبا شي 27 ياك ولا 28 نبداو لونشيغ انا 500 درهم عطيت في لولو لولو كامل عزيزه 550 خليني عزيزه ناخذهم ب 600 ستمية كل شيء صراحة أنا كتشوف فيهم مساخيش مساخيش راه داكشي هذا هو البروبليم صراحة واحد النصيحة مني من الأفضل خليهم ويمكن ياخذوا قيمة دابا القدام لأن دابا ما عندهمش قيمة كبيرة شحال أنت باغي كتقول فيهم باغي كتظن أنهم غادي يجيبوا زعما بالنسبة لك أنت الثمن اللي سلكك هو ما جاوبتيش شحال تقريبا نقدر نبيعهم ديك 700 درهم ماشي مشكل لا اخر ثمن هو 600 درهم بغيتي 600 درهم اجي ناخذها 26 كاين 26 واحد ماشي 30 27 الاخ 7 و 600 درهم 700 درهم ما باعش بزاف توكل على الله و اخر ثمن 600 درهم صافي اللهم يسر شكرا 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 بصراحه 600 درهم اللي باش بعت ما كنتش مقتنع بها بزاف لدرجه اللي كانت شويه القيمه ديالهم مضافه لي بزاف القيمه ديالهم اللي عندي زعما كان من الصغر وانا كنتبع هذوك لي زارتيك القيمه الصراحه ديالهم انا كنت باغي فيهم كثر مي صراحه 600 درهم الله يسخر هي فلوس ولكن بقاو فيا صراحه بزاف ومن عند بدر نمروا لعند عبد الرحيم من مدينة خريبقة اللي جانب مجموعة من البطاقات البريدية المتميزة اهلا وسهلا سي عبد الرحيم اخلا فنانة ديالنا مرحبا بك في برنامج اخر ثمن لاباس عليك سي عبد الرحيم ممكن تقدم راسك للمشاهدين هو عبد الرحيم مدينة خريبقة مولوع باشي التحاف كنقلب كنشري تم باش نجمع لي تامبر عندي عندي لي كوليكسيون بزاف عندي لي كوليكسيون ديال لي راديو عندي لي كوليكسيون ديال لي تامبر لي كوليكسيون ديال بلاد لي كارت بوستال يعني مولوع باش تنقلب تنشري تسارع تبارك الله عليك مزيان فيما بنت لي شي حاجه شويه شي صنع واش تجي شاريخ وكيعرفك بناس من ديما وانت صغير ورتي هذا الولاء على الوالدين ولا الوالدين
خصهم. واخا سيدي مرحبا بك جبتي لنا هذا الالبوم هذا ديالك، ممكن تدوي لنا القصه ديال هذا لي كارت بوستال؟ هذه لي كارت بوستال مثلا هذه محمديه في ضاله باقه الكازينو ومن نفسه مارت ديس ولا فيتين قرن هذو. بارك الله. هذو فيتين قرن هذو جمال فنا، فعل جمال فنا مولاي إدريس زرعون وكيل المصور وفي لوندرين، فوتو في لوندرين هي كتلقيها هنا. اها. يعني المصور كان هذه موريكا فاش كان هذه هي القصبة موريكا اللي كان داها اللي كان داها الواد. اييه. هذه الوداية الرباط. الرباط هذه سمعت الوداية هذه شهر الرباط باقيين هنا كاينين وين هذه مكناس. فين كنتي كتلقى هذا الشيء؟ هادشي كندير العرفان هادشي تنبيع تنقلب على هذا الشيء. انا دي في 35 اللي تان برد ماروك تما باقي ندير انسان فرون ولا مارت. هذيك مكناس. هادي مكناس. مكناس. لوتيل ترانس اتلانتيك. مكناس. سيدي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بغيتي تعرف جيتي باش تعرف القيمه ديالها ديال هاد البطاقات ولا لي كارت بوستال اللي كنعرفوا بهم ولا بغيتي تبيعهم؟ والله انا بان شي تكون مزيان نبيعو، انا تنقلب ديما تنشري بحال هادشي ما كنتفرقش عليه. واخا سيدي. نقلب عليه في السواق. واخا نسمعوا الخبيره لاله فوزيه. لاله فوزيه. مساء الخير سيدي. هذا التصوير شفتي هذا الشيء طبعا. هذا الشيء مصورو واحد مصور كان خلق في الجيري وجا سكن في المغرب في 1900 قبل البروتيكتورا، وكان فوتوغراف مشهور في البلاد وبقى مشهور الى يومين هذا. كلشي الناس اللي كيبغيو لي كارت بوستال ولا تصاور عارفين بلا فلوندرين هو اللي كان فلوندرين. فلوندرين دونك جا سكن هنا في المغرب وبقى هنايا حتى لاخر حياته. اذا انتيا الى بغيتي بالنسبه لي انايا باقي كنلقاو شي شويه ديال اللي باقي كنلقاو اللي هما قلال ولكن باقي كنلقاوهم. كاينين الدراري كيديروا كوريكسيون كتسول كيديروا دي ريبرودكسيون اللي ما كيسواو حتى شي حاجه. التصاور ديال فلوندرين اللي غنقدر نقول لك الشريف وهي 10 دراهم في لاكارت بوستال. وهذوك لي كوبي ما كيسوا حتى حاجه، تقدر تاخذهم جوج دراهم 10 دراهم جوج دراهم 3 دراهم، مي هادو حيت اوتنتيك 10 دراهم الوحده. شنو فهمت خير خير عبد الرحيم؟ لا لا هادشي ما كاينش هادشي حتى حنا بيناتنا الحريفيه. اللي صاحب لونتيك كيجي بحال هكا كتوري هذاك واحد الثمن اللي هو سميتو. وبالنسبه ل برنامجنا ديال اخر سمانه كيف كيقولوا الله يجيب غفلة ما بين البيع والشراء. غفلة ما بين البيع والشراء حيت حنا باقي كنلقاوهم في كازابلانكا، يمكن في شي مدينه اخرى قلال، مي هنا في كازابلانكا حيت هو خدم بزاف في كازا. في كازا هو اللي الفوتوغراف ديال كازا. دونك هنا باقي كنلقاوهم. الخبيره فوزيه قالت الكلمه ديالها والثمن ديالها، ولكن انت واش غادي تبغي تمشي عند المشترين قاعه البيع ولا لا؟ ما بغيتيش؟ لا ما عجبكش الحال سي عبد الرحيم؟ ما غاديش تبغي تمشي عند قاعه البيع عند المشترين؟ لا كانت 10 دراهم بلا ما. سيدي عبد الرحيم ان شاء الله مرحبا بك مره اخرى ويكون عندك قطع نادره وتحف متميزه تقدمها البرنامج. شكرا، مع السلامه. تبارك الله. شكرا. رفضت الثمن، الثمن اللي عطات الخبيره 10 دراهم ماشي مديني ماشي القيمه ديالهم. نمشي تامبر كارت بوستال ديال 1910 فوتو في لوندرين اول مصور في المغرب بعد الحمايه صورات بقى الرباط غير النوي الدار البيضاء بقى يلاه تحط تذكار ديال الدار البيضاء في ساعه الامم المتحده ما كاينش اللي يعرفوا كاع واخا تكون عنده 100 عام. يعني عندهم ضروره هذوك يعطوني حتى 50 درهم فين في كارت بوستال ما نبيعهمش، حتى 100 درهم ما نبيعهمش. وين تحف هذوك تيفكرونا في تاريخ وتيفكرونا في ولاد والدينا وجدودنا، لان كتشد هاد الصوره كتجبد لك تاريخ. وصلنا لقطعه متميزه اخرى خلال هذه الحلقه جابها عبد الله من الدار البيضاء. سي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا في برنامج اخر ثمن.
الله يبارك فيك. مين جيتي يا سي عبد الله؟ هنا من كازا. من كازا؟ أيه. سي عبد الله ممكن تقدم لنا نفسك؟ مرحبا، السلام عليكم، نقدم لك نفسي عبد الله. جبت هذا الارتيكل هنايا ديال واحد السيده ديال باها، باها الله يرحمه، ورثته من عنده. نعم. وكلفاتني باش نجيبو لهنا. هي ما بغاش تجيش، كلفاتك انت. كلفاتني انايا. حصلاتك يا. حصلاتك. مرحبا بك سي عبد الله. يبارك فيك. عندك شي ثمن في بالك ولا ما عندك حتى شي فكره؟ الثمن قالوا لي الثمن اللي غنبيعوها به ب 15 مليون. 15 مليون؟ وعندها واحد العمر ضاربه 45 عام. 45 عام. واخا نسمعوا الخبيره ديالنا لاله فوزيه. لاله فوزيه. السلام عليكم. بقيتي كتجيني بعيده دابا. فين؟ الوغ هاد لاغمواغ لي افيكتيفمون تخي بال، كلها عامره بلي سكولتور و لي تخي غيش بلي سكولتور ديال انيماليير و دي فيغور بروميننت. لو بوا مالوغوزمون لو بوا ديالها شي شويه عيان، شويه مريض، فيه شويه ديال السوسه. وهذا غادي يطيح بزاف من الثمن ديالو، حيت السوسه ملي كتبدا كتاكل العود ما كتوقفش، عمرها ما كتوقف. دونك هو عجيب في المنظر ديالو، عجيب تحفه، ولكن مع خاصو يداوى، وهذيك السوسه ما كتزولش، واخا تعيا ما داويها كتخرج من جهه كتدخل تجي من بلاصه اخرى. الو عليها الثمن كون كان نقي وفيه حتى شي ديفو غادي نقدروا نعطوك شي ثمن اللي كتنتظر، ولكن مالوغوزمون هاد القضيه هادي مستحيل. ولكن على لا على لا فعلا. نعم. على لا فوزي. على لا فوزي. سمعيني. نعم. قبل ما نوصلوا للثمن بعدا. اها. اييه قلنا ولو ما كان قبل ما كانش فيه السوسه، هو شحال في عمره؟ هو قال 45 عام. 45 عام. عطينا تفاصيل اكثر يمكن على عمره، واش هو الشكل كاين بحالو في لو ستيل خداوه على الفان 19 ولكن غير سي غير لو ستيل، اما هو تصور هادي اواخر لو ستيل ديالو اواخر القرن التاسع عشر. فوالا فوالا، مع الاسف قلت لك هو مخدوم مزيان وعنده قيمه، مع الاسف قلت لك غير هذاك التونيه هذيك اللي شويه صعيبه. شنو هاد الزاج هذا هو؟ واحد في الزاج وكاين بلاتي نشوف هذا نورمالمون، هذا دجاج بحال الدجاج ديالنا العراقي، كنقولوا العراقي باللوينات، ودايرين اللي هذا الكتان هذا باش يعطي الالوان، باسكو باش يعطي هذ اللوينات هادو، حيت ماشي اللوان ديال الدجاج. دابا المشكل ديالو هو انك مشكلو فوالا هذه المشكله، والواحد الحاجه ملي كتدخل فيها السوسه ما كتبقاش عندها شي قيمه، زعما اللي كتنتظر مستحيل. الوغ ما غاديش نقدر نفوت 4000 درهم اسيدي. غادي نعطيك الباس ديال اخر ثمن، راه شتيه وغادي تمشي لقاعة البيع عند المشترين، وديك الساعة تشاور مع راسك ومع الناس ديالك وشوف. ايه تفضل. الله يحفظك. حد موفق ليك عبد الله امام المشترين. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شو الاسم؟ عبد الله. عبد الله، منين جيتينا اخي عبد الله؟ هنا من كازا. هنا يا جيران. أيه. مرحبا بك. وتنشوف جبتي اليوم واحد واحد القطعه، عاود لنا عليها، شنو منين جبتيها وشريتيها باش كتعاود تدخل فيها البيع، ولا عندها شي قصه عندك؟ هذه القطعه هذه عندها واحد 45 عام في العمر ديالها. 45 عام؟ اييه. ياك ديال واحد السيد من العائله وكلفني باش نبيعها. وهذا السيد هو اللي تيعرف التاريخ ديالها وداكشي؟ هو اللي تيعرف التاريخ. عاود لك عليها شي حاجه، قال لك يسير بيع، داكشي اللي جاب الله. انا خدمت معاه واحد المده ديال 18 عام. ملي كنشوف كنمشي كنلقاها هي محطوطه ديما عنده في الدار. عنده في الدار. في كازانيت. في كازانيت. وشنو من بلاد هي؟ الاصل ديالها؟ ما قال لك. لا ما عمرو قال لي اش من بلاد. هو اش كيدير هذا السيد غير بين قوسين باش نقدروا يمكن نقربوا الصورة؟ كيدير هذا الشيء لامو بلومو. كيدير الموبل. انا خدام معاه في لامو بلومو. مغربي. مغربي. يمكن ما نطولوش بزاف في هذا القطعه. حيت هذا واحد هذه القطعه من اسبليونيه. ايه. سميتو ستيل رونيسانس اسبانيول. ياك غير باش نقول لك شنو هو التاريخ ديالو.
غير هو منقوش غير هو فيرنيتو هذا وغنشوفو غير شويه وغنقولو لك طير منو واحد الطريف هنا دي عطر هذا يا امتي بو هنايا كنعرفوه بادر الجليل وهاد هاد النحت على الخشب اللي فيه ولكن انا شخصيا هاد هذا ما غنعطيك فيه حتى حاجه لانه مسوس وهذيك السوسه انا عندي الزبائن ديالي اللي ما تيبغيوش السوسه وتيقلبوا بهذا لان لا تسوس ما تيبقاش صالح انا شخصيا ما غن ويقدر يادي لك يقدر يادي اتات اخر ودابا ولا الباركي في الارض تيسوس حتى الباركي ما غنقدر نعطيك انا بعدا حتى حاجه فيه ما تخيطيتيهش ها ماشي هاد التقيبات هادو اللي كاينين في الخشب هو ديال لي تيرميت ملي كيبداو ياكلوا فيه كيبداو يسيحوا فيه من بعد الا ما تستريطاوش في الوقت المناسب راه تياكلوا واحد النهار الا بقى محطوط في شي قن تيرشا ويطيح بوحدو هو شكلا زويون هاك لي بتيت ستاتويت لي تيت وهذا مي ولكن واخا هو كان ما مسوش هاد الستيل هذا ما بقاش بزاف تيدار غير في شي فيرمات ولا في الاتات ديال هذا اللي تياخذوه من عندنا الناس الا بغاو الا كانت عندها شي قطعه بحال هكا ولكن انا مسوس ما ناخذوش دابا الشباب هذا الشيء ما تيشوفوش فيه نهائيا انت عندك داك شويه ديال الصبليون واش بحكم ان الوالده اسبانيه ما فكركش في جدودك ما فكركش في ايوا باش ما نخيبوش مع السيد وجات لهنايا عطي له 1000 درهم شتي 1000 درهم قال خديجه هاد المبل هذا مشارجي بزاف داكشي علاش سي فري كي ترو شارجي فهمتي الواحد يمكن لا حيد هاد البيبان يستعملوه مع حاجه اخرى ويبقى غبلا فحال هكا فحال ايطاجير فهمتي وخذوا سي سالم هي عطات 1000 درهم انت شحال غتعطي انا نعطي 2000 درهم انا وهادو يخدموا الحوايج خويا هاد البيبان هذا اديب 3000 درهم 3000 درهم واللي فيه زوين هو هذا هو الدجاج تسمى بالفيتخاي فيتخاي فهمتي هذا الدجاج مع الخفيف حنا دابا القدوميه ما تنقولوا لكش قديم قديم حقيقي حقيقي ولكن هاد الستيل ما بقاش بزاف ما بقاش كاع نهائيا قلت لك كيشريو غير الناس اللي عندهم فيرمات ولكن انا حيت مسوس ما غنعطيك ما غنزيدش كاع على 3000 درهم ادي ب 3000 درهم ما يمكنلكش تزيد سي با لو ستيل زعما بالنسبه لي 3000 درهم سي اسي بالنسبه لي شخصيا جو لو تروف جولي مي ترو شارجي كيما قال سي سالم سي بزاف فيه بزاف ديال لي تيت عندك دي فيزاج سبوعات تما اون تيت بحال ديال ومنحوتين والناس ما تيبغيوش البيبان غتولي حاجه اخرى انا متفق معك انا تحيدوا البيبان كاريمون وتحطوا كاع في جناب بشي كادر وهذا وتخلي حاجه اخرى وتخدموا غير بليزيتاجير غير بليزيتاجير دير فيه كتوبة ولا شي حاجه زوين وي مي 3000 انا في هذا جيتي اخر ثمن بغيتي 3000 درهم لا واو. شنو قالت لك الخبيره عليه الخبيره قالت لي موبل زوين و... لا الثمن الثمن عطاتني 4000 4000 درهم وانت شحال تيبان لك الثمن السيد قال لي اكثر شحال قال لك السيد 15 مليون شحال سيدي 15 مليون 15 مليون شكرا الله يعاونك سيدي مرحبا شكرا مرحبا. شكرا بزاف يمكن اخرى شكرا واخا فيه السوسه واخا فيه بزاف ديال قالت لك ترو شارجي ما غاديش نبيعو كنفضل نرجعو لبلاصتو حيت القيمه ديالو ساويه اكثر من هذاك الثمن اللي عطاوني هما وهذا اختيارك عبد الله نمروا الان عند فاطمه الزهراء
اهلا وسهلا فاطمه الزهراء. السلام عليكم. مرحبا بك في برنامج ميرسي بوكو. الله يكبر بك. اخر ثمن، ممكن تقدمي لنا نفسك فاطمه الزهراء؟ سميتي فاطمه الزهراء، من مدينه الدار البيضاء وعمري 26 سنه. مرحبا. كتشتغلي فاطمه الزهراء؟ ايه كنشتغل في واحد الشركه هنا في الدار البيضاء. تبارك الله عليك. جيتي وجايبه معك هاد التحفه هادي، تقدري تدوي عليها؟ هاد التحفه هادي عندها واحد القيمه اللي خاصه بالنسبه لي انا. لانها كانت هاديه من طرف واحد صيقه ديال الطفوله ديالي، وعندها مهم، هي نقدر نقول لك انها قصه اللي كتعني لي بزاف، لان راك عارفين اليهود المغاربه اللي كانوا في المغرب عندنا. وكانوا جيران ديال لامامو ديالي. وفاش كل واحد مشى دار حياته وصافي، ولينا كنتلاقاو غير في الصيف او في العطال او ملي هما كيرجعوا لبلادهم. صافي. مؤخرا كانوا خصهم يخويو الدار اللي عندهم، وكان ضروري انها يعني هذاك الشيء اللي بغاو يبيعوه باعوه، وهاد الصديقه ديالي فكرت فيه، هدت لي هذا باش نبقى زعما شي حاجه اللي تربطني بيني وبينها. شنو سميتها؟ سميتها غاكل. غاكل، سلمي عليها. ميرسي بوكو. الله يكبر بك. غادي نتسمعوا الخبيره ديالنا لالا فوزيه وتهضر لنا على هذه القطعه، نقولوا عليها قطعه نادره. قطعه نادره، هذا كتسمى غيمون. غيمون، الا كان واحد ريمون، الا كانوا جوج هما كيتمشاو ديما باربيغ، كيتسمى ريمونيم. الو هادو عندهم علاقه مع لا توغا. تورات. تورات كانوا كيديروا فيه، كيحطوا فيه بو لي بروتيجي، كيديروا فيه البارشومان ديال لا توغا. الوغ سيت هذا الي انتيغمون ارجون، يعني سيزلي بالفضه، وكله نقره. كله سيزلي، انت كتشوفي الخدمه اللي فيه. فعلا فيها الخدمه. هو جرس ولا شنو هو؟ جرس. هو جرس. وعنده هاد لي كلوشيت هادو. هادو باش ملي كيكون دايز بهم رهيب ولا ديالهم، الغابان ديالهم بحال هكا كيسمع هذاك لي كلوشيت، والناس كيعرفوا بلا لا توغا كاينه هنايا، دونك احتراما كيعطيو الطريق وكيسلموا كيقوموا بالتحيه. فوالا. دونك سا سي ان بيجو غيال وقديم، يعني هذا عنده قيمه تاريخيه كبيره، قديمه وكبيره. وهذا النقش رائع. فين غيكون تصنع؟ في المغرب هذا؟ صناعه يهوديه مغربيه؟ يمكن مغربيه، ما نقدرش ناكد عليها، مي غادي تكون مغربيه مادامها عندنا في البلاد. كتقول خلوها خلوها ليها، غادي تكون سيغمون مغربيه، خاطر اليهود كانوا كيخدموا بزاف النقره بالفضه. بالفضه النقره بزاف، كانوا كيديروا الصواني، كيديروا الزنابل ديال اتاي وداك الشيء كله، كيخدموا النقره، هما اللي كانوا معلمين في النقره. شحال خص يكون فيها؟ خاصهم يكونوا هنا خاصه وحيده، يعني شحال هنا على سته؟ كيكونوا سته، كاين خاصه وحيده هنايا. فوالا. وشنو هو الثمن اللي تقدر؟ الثمن ديالو عالي، الا كانت لابيغ كتسوى 80,000 درهم، الا كانوا جوج، الا كانت غير وحده 35,000 درهم. ايوا قلتي جوج 80، وحده 40,000، اخرى 35. قلتي لا 35. خاطر ناقصاها هذه. انا في نظري كنت تدخل 40. زعما 5000 درهم على هذيك. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. كل حاجه عندها قيمه، سورتو في هذه الاشياء التاريخيه. اي حاجه عندها قيمه. وكنعطيك هذا لو باس هذا باش ندوزي لقاعه البيع وتلاقى بالمشتري. ميرسي بوكو. شكرا. مرحبا. تفاجأت بزاف بالثمن اللي عطاوني، ولكن صراحة القيمة المادية ديال هذا لوبجي هذا ما غاديش تقدر بثمن، لأنه غالي وعزيز عندي بزاف. ما عرفتش شنو ممكن ندير بهذا الثمن هذا، ولكن اللي نقدر نقوله هو أنني ممكن نهدي لصاحبتي شي هدية، أو ممكن أنني نسافر عندها ولا تجي عندي بهذا الثمن اللي غيعطيوني، وغادي نشوفوا واش كاين شي واحد اللي يقدر يعطيني أكثر. كل حظ ليك فاطمه الزهراء امام المشترين اللي متشوقين للقطع من هذا النوع. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. شنو سميتك؟ سميتي فاطمه الزهراء. منين جايه فاطمه الزهراء؟ من مدينه الدار البيضاء. مشرفين. شنو كدير؟ انا خدامه في شركه في كازابلانكا. داكوغ.
قل لي وشنو جبتي لنا هنايا؟ هذا واحد لوجي اللي عزيز بزاف على قلبي، عنده واحد المكانه خاصه في قلبي. لانه ديال واحد الصديقه ديال الطفوله ديالي. هي يهوديه مغربيه، ومشاو كانوا مضطرين انهم يسافروا برا المغرب، وفاش رجعوا في لو مومون اللي كانوا كيحيدوا ويخويوا دارهم كان هذا لوبجي هذا، هي ما عرفاتوش وعطاته ليا كهديه وبقى عندي. جيت في هذا البرنامج لانني كنحمق عليه، وفاش سمعت انه جا المغرب يعني فرحت بزاف، قلت انا بغيت نعرف لا فالور ديال هذا لوبجي اللي عندي. وعرفتي اشنا هو؟ ملي دوزت مع ليكسبيرت وي عرفت شنو هو. وتا هي الا كانت يهوديه ما يمكنش ما تكونش عارفه شنو هو، حيت بحكم انه هذا لوبجي هذا سي لوبجي عنده واحد الدلاله كبيره عند اليهود. لحقاش نقرب بعدا نشوفو، وعاد سي ان غيمونيم كيكونوا هما ديال نورمالمون تيكونوا صويري صويري تماما، تيكونوا هما جوج لابي بان ليا مننا اكزاكتومون. مخدوم في واحد لا تكنيك كتكون هي كاينه هي في الصويره، يعني الصويره مدينه الصويره معروفه بجوج ديال لي ميتي، عندك الدك الصويري والفيليغران. فهذا سي ان اورنمون ديال لا تورا التورات اللي هو الكتاب السماوي ديال اليهود. ويعني دوماج كاين غير واحد، مع الثاني ديالو كما دات معاه واحد وخلات لك واحد ولا ما عرفتش، وقيلا حيت صديقه ديالك هي واحد وخلات لك واحد، خلات لك واحد بحال ما خصهمش ماما يتفرموا بجوج، ولكن الا تلف واحد وبقى واحد تتبقى ديما المهم الدلاله ديالو عند الطائفه اليهوديه ولا عند اليهوديين عنده واحد القيمه كبيره بحكم الخدمه ديالو، خدمه اللي كتمثل مدينه الصويره وكتخدم غير في الصويره. فهو اليهود الصويريين راه تيعرفوا لا فالور ديالو، وهو سي ان اورنمون ديال لا تورا. هو تشوفوا ونقول لكم كنت بغيت نقول لك تيرمو تتشوف في هذا كسولها واش نقدو نقيسوه ونشوفوه. اي انا راه بشويه غادي نشريوه وفي ديك الكلوشيت. علاش؟ حيت هو شنو شتي عنده هذا نويقصات، حيت ملي كتكون خارجه لا طوغا باش يقولوا راه شويه عليه بشويه عليه باسكو دوك لي كلوشيت تيكونوا فوق التورات، تيكونوا في حيت التورات هو الكتاب السماوي الوحيد اللي ما خرج كتاب بحال لا بيبل والانجيل والقران، فهو خرج اون باغشومان بحال دي غولو، يعني اون غولو اكزاكتومون كيتحل باش يقراوه. وتا هو بحال حنا اذا نقولوا المصحف لا يمسه الا المطهرون، فهو ما يمكنلكش تمسو، وعندهم واحد لوتي تا هو سبيسيال باش انك كتقرا على لا توغا، كاينه واحد لا ما انديكاتيف سميتها اليد بالعبريه، وهذا الغيموني بالعبريه سميتو الطبوحين اللي هو اسم ديالو يهودي عبري بالنسبه لليهود عامه. وهو تيعلم اي بروتيج دوك لي بيلي ديال لا توغا، وكتكون الكسوه ديالو كيكون عاوتاني عنده واحد لا كوفيرتور، ومني كيكون جاي كتعلم الناس بانه راه لا طوغا جايه، ديك الرنه ديال ديك لي كلوشيت اللي فيه باش تيحترموا وتيردوا البال بانه راه فوالا لا طوغا جايه خصهم يقدروها. غنبداو لي زونشيغ وغنعطيه 10000 درهم لان عندي واحد الزبائن من الطائفه اليهوديه مغاربه ويمكن غيفرحوا الى لقينا هذا الشيء. وانا ترى عندي اصدقاء مغرب في المغرب يهود ديال المغرب نعطي 15000 درهم 17000 درهم 18 لا عزيزة خليها حتى هي تقول واحد الكلمة 18 ما تلقاتهاش من ديرها عجبتني راه حلوا لها سيناغوغ في طنجة ديها تما يمكن تعرضيها عليهم ايوا دونك في هذه الحالة نعطي 20000 درهم 20000 درهم 21000 درهم 22000 درهم 23000 درهم 25000 درهم شوف الا عطاك السي ادي بهذا 25000 درهم ديال المتحف هو راه عنده المتحف وعطاك الثمن هاد البياسه هادي ما يمكنش 26000 درهم هو بتات جمعيه عندنا حتى واحد الجمعيه ديال جمعيه بلغاتي المحافظه على التراث فحنا تنحاولوا نحافظوا على التراث باش ما يهربش فكنظن انه انا عندي واحد الزبون غدا غتمشي لعندو الا خليتوها ليا 28000 درهم 29000 درهم انا 30000 درهم 31000 درهم تبقى في المغرب 31000 درهم اجي ما بالش بيا
31000 درهم. كنتي بغيتي تبيعها ولا بغيتي هاد الفلوس؟ انا ما كرهتش ناخذ بهم شي حاجه اللي كتعبر على حبي وامتناني لهذيك السيده اللي عطاتني شي حاجه من تراثهم اللي غالي بزاف. مازال ان كونتاكت مع هاد البنت هذه؟ اكزاكتلي. سولها واش عندها الفرده الثانيه؟ هذا بغيت شي جوج، هذا بغيت شي جوج. كانت عندها لا دوزيام بير 31 31. ما انت يا وداديه وعندك الوان الوداد، واخا انا لابس الخضر وراجاوي غادي نمشي معك 33000. كنبغي داك 33 34000 درهم. ربي يبارك فيك. غادي نعطيك بوغ اغيتي لا، حيت هذه البياس غادي نشوفوا 35000 درهم. تنظن بانه هنايا راه ما يمكنش تزاد، حيت غادي تكون تفضلي عند سي شحال عطاتك الخبيره؟ 35000. ايوا صافي، ديري اخر ثمن. اخر ثمن. تبارك الله عليك. شكرا. ما كنظنش غادي ندم على هذا الثمن اللي عطاوني، لانه بهذا الثمن غادي نعيط لصاحبتي وغادي نستضيفها على حسابي هنا في المغرب. وهكذا غادي تكون حلقتنا سالات، بصفقات ناجحه بزاف واخرى ما كاملاش لاسباب كثيره. سعيدة بكل المعلومات اللي تقسمتها معكم اليوم. استنونا الأسبوع الجاي إن شاء الله في آخر ثمن معلومات جديدة وتحف مختلفة. السلام عليكم.